وحبتنا بعيدين يا لحظاي واصبحوا عني بعيدين خويا انا عيد يوم اشوف لهم جاي العيد جاي العيد عيد يوم اشوف لهم بعيدين وضحت كبدته قلبي شوي يقول له خلى الدهر شنو علي انا خلى اللون اثر ضرب سياق بدر وظلم من يومين.
أماتنا بحاجة إليها. وقبل القليل تكلمنا عن الصدقات. كان الشارفي الكبير والصغير خصوصا الشباب. ليش الشباب؟ لأن الله يتقبل من المتقين ويحب الشاب المؤمن. صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولله ما بكم شاكو بسم الله الرحمن الرحيم أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فسجد ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله بك إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ
رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. بارك الله فيك. صدق الله مولانا العلي العظيم.